أيها المسلمون، والأوبئة تكون ثم تهون، وكم من أوبئة حلت ثم اضمحلت، وجلت ثم جلت، وتوالت ثم تولت. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. متفق عليه. والعرب تسمي اللذيذ سليما، والكثير جبيرا تفاؤلا، وتسمي الجماعة الناهضة المنشئة للسفر قافلة تفاؤلا بقفونها أي رجوعها. فانشروا الفأل والطمأنينة، ولا يكن أحدكم مذياعا أو فزاعة، كلما سمع خبرا أطاره وأشاعه.